بالي مصطفى في واحد الطوموبيل كيطلق لي الفار، مشيت كنجري عنده وطلعت قلت لي حيد حيد من حيد، راك يشوف فيا ونصدوم ما فاهم والو. قال لي انت كي درتي ليها؟ قلت لي صافي قصه طويله من بعد نشرح لك. قال لي دابا شنو باغي دير وفين غادي؟ قلت لي شوف عندي 4 السوايع مع 4 الصباح خاصك طاش جاني هنايا وما قلتيش ليا دائما تحديدات. انت كي درتي ليها صاحبي؟ قال لي لا غير كايا ما بغيتش نجي عندك بموطور، هي احسن حاجه درتي والله. يلا المهم تحركوا. قال لي فين غنمشيو دابا؟ قلت لي غديني ديريكت لدار ولد عيسو، غتحطني بعيد وسير انت الله يسهل عليك. من بعد واحد الساعتين غادي تعاود ترجع لعندي نفس البلاصه، غتلقاني كنتسناك في هاد الكوان اللي غادي تحطني فيه. قال لي اش باغي دير مصخور؟ تيكون هاني ما عندك مناش تخاف. تي اول حاجه غادي نخصون واحد جوج بوديزات اللي بغيتيهم، اللي بغيت فيهم ليسانس. قال لي مصخور غادي ديرها؟ ميمكنش. قلت لي ما تخاف ما والو، انت غادي تبقى بعيد، الله يحفظ الا وقعت شي حاجه وحصلت انت راك عارفني انا راجل وما يمكنش نجبدك معايا، انت غادي غتوصلني وتصوخ الله. قال لي لا انا والله ما خايف على راسي، انا خايف عليك انت، راك وليتي عزيز عليا بزاف وبغيتك حتى صاحبي تحصل له صاحبي ويزيدو يغرقوك حتى صاحبي. الله يجعل البركه، 20 عام صاحبي راه ماشي سهله، اش جامي يكملها. قلت لي على هذوك الصحاب غادي يدوز لهم طريفه، والله ما نتفاك معاهم واحد واحد حتى ننتقم منهم كاملين. تمينا غادي نحتمل لينا واحد البلاصه فيها بحال الزباله تما. قال لي تسنى تسنى انا جاي. ومشى هبط مسكين كيقلب، جاو لي جوج بواز كاع موسخين تي غرام تتمنى غادي نشابو. مشينا البومب ديال ليسانس، قلنا اللي معطيونا عفاكم واحد 10 يطو ديال ليسانس ما بغاوش، قالوا لنا ميمكنش ليسانس ما كنعطيوش، بغيتو مازوط نعطيه لكم. قلت لهم كيفاش الطوموبيل عندي اون بان انا، واش غادي نخلي الطوموبيل ديالي تماك ولا نعيط على دي باناج؟ اتقني يا صاحبي خليني نمشي. خرجت في عينيا ويقول هذا واقيلا اكيد هو معقول، عمر لي جوج بواز درتهم في المالا ومشيت. فين حطيتهم في المالا كنقلب بنت لي واحد ميكا، كي ديالك تميكا؟ قال لي راه شي حوايج ديال الواليد. كي والله العظيم الا جيهم ليا لاصقين حتى انا وما علاش كنقلب. كي اسمح لي غادي نديهم لك، قول الواليد ديالك راه تخونوا ليا ولاد، دابا نعوضهم لك من بعد. قال لي يا ودي كلشي ديالك غاسير، هاي الجلابه ديال الرجال قديم لبس سودة القب مزيانه ما بقايش كنبان. هزيت هذوك جوج بواد زدتهم في القفه وتمينا غادي. غير وصلنا لواحد البلاصه بعيده شويه على الدرب كيحطني هنايا باش ما تبانش نتايا. قال لي صافي سير الله يسهل عليك، انا غادي نبقى جالس هنا كنتسنى وعندك تعطل راك عارف بعد الصباح خاصك ترجع. عيت غادي بشوي حتى كنقرب للدار ديال عائشة، كيبان لي الباب مسدود. اواه كيفاش غادي ندير تنحل هاد الباب؟ والدار هادي فيها غير السفليه والبوميه، السفليه مكريه الزوافيه والبوميه ساكنه فيه هي ولادها بوحدو. عيت كنفكر شويه قلت الزوافيه هما اللي غيلقاو لي البلان وانا ندق عليهم. حل لي واحد فيهم قلت ليه السلام عليكم واش هادي دار عائشة؟ قال لي هي هي عافاك انا من العائله ديالهم يلاه جيت عندهم من العربيه وجايب لها شي بواتز ديال البن والباب مسدود. قال لي هي كاينه فوقيا واش نعيطك عليها؟ قلت ليه لا بلا ما تبزطها خليني انا غادي نطلع عندها. شكرا حل لي الباب ودخلت. طالع في الدور كنسمعها كتهضر في التليفون وكتضحك، كتضحك مع ولادها بجوج وكيتشفاو ديال بصح. بعد ما داو الجريمه ديالهم مشاو سافو وكيديو مع امهم واش بدات القضيه ولا باقي. قالت لهم الله يخليكم ليا، هزيتو ليا راسي في الدرب وكلشي ولا كيتعاد مني وانا كنسمع فيها وانا ندق على واحد جوج دقات كنسمع فيها كتقول شكون؟ ما جاوبتهاش. عاود دقيت عاود ثاني كنسمع فيها قالت لي بلاتي خليك معايا نشوف شكون اللي كيدق. مع حلات الباب دفعتها ودخلت عندها. يلاه بغات تبدا بداك التجعويق ديالها، راكم عارفين التجعويق ديال الشيخات كيفاش داير، وانا عطاها واحد كوشي للفم حتى داك الفم اللي مركبه طالع من فمها. وانا جبت التليفون وانا لقى الخط باقي دايز، فرحت بزاف ملي لقيت ان الخط باقي دايز مع ولاد. قلت ليه شوف دوز ابل فيديو بغيت نقول لك شي حاجه، راك عارفين التوعويع ديال داك المشاملين واع غنشدك ندير لك والله بعد ليا من امي وغادي نشدك. تي شوف خلي ديك الهضره من بعد، دوز ابل فيديو خليني نهضر انا وياه. ما بغاش وانا نقطع وانا نعيط لي ابل فيديو، وقدي التليفون مع امو ديريكت وهي شاده وكتبكي وكتقول لي انا غادي نربيك انا غادي ندير لك انا ما عرفتيني شكون. قلت لها واخا انا اللي غادي نوريك شكون. كتفتها وقابلتها معاهم في الكاميرا ودات كرسي وتأنفاسيت معاها وكنشوف فيهم هما وكنشوف فيها هي وكيقول لي شوف والله حتى غندير ولا كنفعل. قلت شوف خلينا من ديك الهضره كامله دابا انا بغيتك تشوف امك كتموت كيف ما قتلتي ليا والديا، غادي نقتل لك امك حداك، من الاحسن لك تقول لي كيفاش درتي حتى قتلتيهم الا بغيتي نخليها تمشي. الا انت اللي جبتينا انت اللي قتلتي لنا خونا. في انا اللي قتلت لك خو، كان عليك تجي تقتلني انا، ما تقتلش ليا والديا حيت والديا ما وصلوك حتى شي حاجه.
انا اللي قتلت لك خوك، جي عندي وقتلني وانا وياك راجل راجل. سيدا بغا قول لي كيفاش دارتو. قال لي طلع سمع الدروس، قال لي بالي باك وانا نعطيك كوشي. طاح الله جات امو حتى هي عطيتها كوشي، كتفتم وانا نحرقهم. في الله يجازيك بخير، حيت انا دابا غادي ندير لك نفس البلان اللي درتي. ها الكوشي الاول اللي عطيتي لامو، وهذا الكوشي الثاني اللي عطيتي للوالي. عطيتها دوك الكوشيات كيبان لك الدم في عينيها. قلت له من بعد حاكتي ياك وانا نجبد هذوك الجبوات. قلت له صراحه غير ضيعت هذا بودي زاد، غير وحده كافيه وانا نخوي عليها كامله، وانا نلوح قيده وزدت فحالاتي وخليتهم تيتغاوتو تيتباكا والكاميرا اون فاس معاه. شديت التليفون ومسحتهم مزيان من البصمات وخليت الفيديو دايز باش يبقاو يشوفوا فمهم كتحرك. وتميت غادي في حالاتي وكنسمعو فيهم كيتباكاو، وانا واحد الفرحه فيا لداخل ملي كنشوفهم هما كيتعذبوا كنزيد انا نرتاح. بالي الدخان بدا كيطلع خاش بزاف وسديت عليها بالساوت باش حتى شي واحد ما يعتقى. وصلت في حالاتي مشيت ديك عند صاحبي مصطفى اللي عفط لي عفطه وحده، رجعني للبلاصه ديالي وشدو على المكتوب وسلي راسي لي شكرا بزاف. وهاد الخير اللي درتي عماني ما نسال. عيطت للحارس ديالي وقلت لي انا واش لي ويلي دغيا يا باقي الله دوزتي ساعه دابا. قلت لي قلت لك كون هاني، ولكن باقا المهمه ديالي ما كملاش حيت ما لقيتش ولاده، لقيتها غير هي. قال لي واش قتلتي امها هي؟ تي صافي يا صاحبي هادشي ماشي ديال التليفون. قال لي صافي يلا دخل في حالاتك. دخلت رجعت للسيلون ديالي بحال ما وقع والو. الغد لي نايضه قيامه في المدينه، عائشه ماتت ولادها كيتهموني انا اللي قتلتها وانا كاين في الحبس. كيمشي ولادي ديك لايوبيا تيقولوا لهم واش تسطيتو سير نضرب 30 عام ديال الحبس وانتم كتقولوا لينا قتل لكم كم حتى كي دار لي هذا؟ سيروا حيدوا عنا من هنا، سيروا كره بوطا ولا شي حاجه. تقول لهم لا ما يمكنش، راه شفنا ابيل فيديو وشي هدد فينا. قالوا لهم بالله تسيد اجي وسيدي معانا. مشاو دخلوا للحبس لقاوني في السيلون ديالي وعاودوا رجعوا عندهم. قالوا لهم سير الله يرحم الوالدين خليونا عليكم، خليونا نديروا خدمتنا، ماشي نتوما اللي غادي توريونا الخدمه ديالنا، حنا غادي نديروا البحث ديالنا وغادي نعرفوا واش منكم ماتت موتة عاديه ولا تعرضت للقتل وشكون هو اللي قتلها، حيت الهضره اللي كتقولوا نتوما راه ما كتدخلش للدماغ. خليتهم غادي يتفاقعوا. من بعد عيط لي مصطفى في التليفون قال لي عرفتي شناهو؟ قال لي راه قيامه نايضه في الدار. قال لي كلشي فرحه لله حيت ماتت صراحه، والله حتى درتي خير في الامه بالله. في مازال باقي ما شافو والو، مازال باقي لي داك الجوج حتى هما. قال لي المهم رد بالك واي حاجه احتاجيتيها ما تحشمش، انا راه كثر من خوك. قلت لي عارف اللي كاين. في اول حاجه كي ما بغيتش شي واحد يعرف خويا فين كاين مع خالتي، وحتى شي واحد ما يعرف العنوان، انت بوحدك اللي عارفه فين كاين. قال لي صافي كون هاني يا صاحبي. من بعد هاد البلان اللي وقع جا رئيس ديال الحبس كامل وعيط على الحارس ديالي وقال لي كيفاش البلان ديال هذا اللي خرج؟ قال لي ما خرج حتى شي واحد. قال لي لا خرج شي واحد. قال لي ما تخاف والو، انا ما غادي نصيفطك ما والو، حيت عندي داكشي بالدليل وشفت الكاميرا اللي شفتو خارج فيها. طفيت الكاميرا الاخرين ولكن هاد الكاميرا اللي على برا نسيتيها، راني شفتو منين خرجت وشفتو حتى امتى دخل. من غاب شهنانا من داك المصيبه ماشي مشكل، ولكن كيفاش قتل مو وخلى لنا داك جوج صلاقه؟ قال لي لا ما لقاهمش. قال لي مزيان المهم بغيتك تجيبوا لي دابا داك الدري. شويه جا عندي الحارس قال لي قودناه حصلنا. قال لي راه الشاف ديالي شافك ملي خرجتي وشافك حتى ملي دخلتي. تي ويلي تي ما تخافش انا ما غنقول حتى شي حاجه. قال لي لا راه عارف كلشي، المهم بلا ما تقاط نكون راه عاودت لي كلشي داكشي اللي وقع، المهم غير سير عنده هضر معاه. قلت لي هي شي 30 عام خويا ديال الحبس هادي، كيبان لي واقيلا غنكمل حياتي كامله هنا. قال لي لا ما تخاف والو، يلا صاحبي يلا كيتسنى فينا. مشيت دخلت عنده السلام عليكم شاف. قال الشاف اللي حاضرين انا صافي غاسي نتايا خليني مع راس. قال لي عاود لي كلشي بالتفاصيل شنو وقع وشنو درتي وداكشي كامل. اي شاف انا غادي نعاود لك داكشي من الاول حتى الاخر، عاودت لي القصه ديالي كامله. قال لي برافو عليك طلعتي راجل. قال لي كيفاش طاحت عليك هاد البلان انت تخرج؟ قلت لي انايا نفسي خايبه وما تنبغيش الطول. قال لي ولكن انت قتلتي لي ولدهم. قلت ليه انا قتلت لي ولدهم، ولكن هو خصو يجي يقتلني انا، ما يقتلش لي امي وبا حيت ما داو والو في هاد الحياه. كانوا غير ناس بسطاء كوميسارية عمرهم ما دخلوا لها غير باش كيبغيو يصوبوا لاكا. قال لي واش عرفتي انت دابا شنو درتي؟ قال لي الفرار من السجن. قال لي الحق عمدا حتى الموت. قال لي واش عرفتي شحال ديال الحبس عندك هنايا؟ قال لي القليله عندك 41 عام خويا ديال الحبس. قال لي وانت محكوم 30 عام هي 70 عام. قال لي ما غتخرجش تموت هنا، حيت غير ساكت وحاد راس. قال لي دابا هادشي اللي درتي الا بغيتيني نسكت عليه راه كاين مقابل. قال لي شنو الشيف انا كنسمع. قال لي غادي تقضي لي واحد ميسيون كبيره ولا قضيتيها ليا
غادي ان شاء الله فيك ديال بصح، وغادي نصوب لك دوسي على انك متداويش فهاد الحبس هذا وما كدير لا مشاكل لا والو، باش فين ما يكون شي ظروف تخفيف غادي تبدا بها انت الاول، واي عفو ملكي غتستافد منه باش يبقاو ينقصوا لك شويه بشويه حتى تكمل المده ديالك وتخرج فحالات. يا مرحبا الشيخ، انا معاك، شنو بغيتيني ندير؟ قال لي هذه قصه طويله، سير دابا ترتاح وغدا عاود رجع عندي مع 12. قلت لي صافي الشيخ كون هاني. خرجت لقيت الحارس واقف في الباب ومخلوع. شنو قال لك؟ شنو قال لك؟ قلت له لا ما تخاف والو، يلا يلا نحيدو منه. فدخلنا السيلون وعاود لي داكشي كامل اللي قال لي. قال لي صافي راه مزيان، قال لي هو راجل الا عطاك الكلمه راه كيوفى بها، ولكن خاصك تشوف شنو باغي منك. قلت لي هذا معايا غدا مع 12. قال لي صافي سير دابا ارتاح وغدا ان شاء الله يحل. المهم مشيت عيطت على التليفون وتنفكر ما عرفتش شنو غادي يقول لي السيد هذا، وكنفكر في داك العرض اللي اقترح عليا. صراحه عرض زوين وزوين بزاف. المهم مشيت نعست، غد لي مع 12 جا الحارس داني عنده. غير دخلت عاوتاني قال لي صافي خرج وخلينا بيناتنا. قال لي شوف هاد الهضره اللي غادي نقول لك غتبقى بيناتنا كامله، وحتى شي واحد ما غتقول لي شي حاجه، وحتى هاد الحارس ديالك الا سولك غتقول لي غير شي غرض وصافي، وهاد الشيء كامل اللي غنديرو غادي يبقى بيناتنا هنا وغادي تدفن هنا. الا وصلت الهضره لشي واحد ما تلوم الا راسك، تيكون هاني يا شاب. قال لي نفس الله اللي درتي مع عائشه غديو لي مع واحد خينا. في شاف اسمح لي بزاف، ولكن انا عماني ما تعديت على شي واحد، وعماني قتلت شي واحد ولا ضربت شي واحد بلا ما يكون دير لي شي حاجه، وما مأديني ما والو. اسمح لي بزاف ما نقدرش، غير خليني ندوز المده ديالي هنايا، وحتى ديك 30 عام الا بغيتي تزيدها غير زيدها، انا اصلا ميت ميت. قال لي لا لا غصبر غصبر، انا غادي نعاود لك. هذا اللي قلت لك راه ماشي شي انسان طبيعي، هذا راه حتى هو قتال، وحتى هو تعدى عليا بزاف، وانا ما نقدرش بالحكم ديال الخدمه ديالي. قال لي انا غادي نعاود لك القصه ديالي، ولا بغيتي تعاون معايا وتخدي لي هاد لافير هادي مرحبا، ولا ما بغيتيش راه ما شتيني ما شتك، انا ما غاديش نبزز عليك. وبدا كيعاود لي القصه ديالو. قال لي انا كنت ضابط ممتاز، وانا في الخدمه ديالي كان جاتنا واحد الخبر ديال واحد رئيس العصابه بغي يهرب واحد كميه كبيره ديال الحشيش، وبالحكم ديال المهنه ديالي الشريفه مشيت كنجري ووقفت هذيك الكميه ديال الحشيش وشديتهم كاملين. وانا شادو قال لي شوف غادي نعطيك 50 مليون وسير فحالاتك. يسمح لي انا ما كنتباع ما كنتشا. قال لي غادي تندم. قال لي هاد السلعه ماشي ديالي، راه ديال شي واحد كبير في هاد البلاد. قلت له هاد الهضره هادي ما كتهمنيش سيكولا. المهم شديته وشديت لهم هذيك الكميه اللي كتقام بواحد المليار، المو كامل كان عامر بالحشيش. من بعد ما شديته داو الحبس، وهذيك السلعه كامله كانت تحرقات، وهو بغى يتسطى وبدا تيتحلف عليا والله لا بقات فيك والله لا بقات فيك. انا قلت ليه من بعد ما تخرج من الحبس غادي تضرب واحد 30 عام. من بعد سيمانه كنتفاجئ انهم حولوني من ضابط ممتاز لرئيس ديال اداره السجون، والواعر في هادشي كامل خونا اللي شديت انا خرجوه بكفاله. وخرج تلاقيت انا وياه، قال لي اش كاين خرجت ولا ما خرجت؟ قال لي وانا غادي نربيك مزيان مع قاله ونتلاح لي بواحد كوش. يلا شنقت عليه جاو الناس فكون ما تسطاتش ليه.